ايبي جيمنج وفيديو جديد. وازيكم يا شباب؟ وفيديو النهارده بقى خطير جدا. اوب 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 بنلعب النهارده الماب اللي انتوا طلبتوها مني، ماب ببجي العرب. واديله دي طلعت زوزو. يا نهار خدت على عيني يا شباب. والله يا شباب وحشني واسف جدا. ايه ده فين؟ ماشي اسف جدا. ايه ده باراشوت حلو قوي. بوم 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 بوم. اديله يا عيني. خلاص بالله خلاص يا كابتن. يلحق ده قناصه. لا ما ينفعش كده. لا كنا نسمع. لا 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 معلش يا شباب انا يا نهار ابيض على الموتى. ماشي لازم نخلي بالنا يا شباب، لازم نخلي بالنا. واسف جدا يا شباب. ايه يا عم انزل يا عم على طول. يلا يا شباب اسف جدا يا شباب اللي انا يعني قاطع بقالي كتير. اديله رشاش بقى اديله. بابا 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 لحد دلوقتي ما جبتش كل. يا لهو عليا لازم اكون محترف يا شباب. بوم بوم اديله. عاش يا شباب والله جامد. اوه تعالى. اوه ايه ده بالشوت جن اداني طلقه بوم على طول وقعني. يا نهار ابيض عليك يا نوتي. لا بس جامده الماب. ايه ده يا نهار ابيض. تعالى بقى انت اللي موتني. تعالى بس الواد ده معاه شوت جن بيموت بسرعه جدا من طلقه واحده. اوه يا نهار ابيض ما لحقتش. يا شباب طبعا يا شباب ان شاء الله باذن الله قريب جدا هنجيب الكيسه الجهاز الجديد وبدا في عيال فوق. عايزين نطلع فوق ماليش دعوه. اوه ادي الواد اهو مش عارف ليه الايم 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 التعبان. خلاص بالله خلاص بالله بالله خلاص ماشي. ساعدين اخيرا عاش. طبعا يا شباب ان شاء الله. هو فين؟ عاش جدا هو بره واحده. بوم بوم بوم. يا نار ابيض على الضربه. طبعا يا شباب قريب جدا هنلعب بينا العاب بقى مختلفه. بس الصراحه مش عارف يعني اوبا لان انت قلت الاول. اوبا خلي بالك اسف والله يا سيف. تعال البت دي الواد هناك قاعد بيضرب. او ايه الام بتاعي غريب ليه يا لهوي. اديله انا خدت على دماغي. ان شاء الله يا شباب هنلعب العاب مختلفه بس انا مش عارف اتكلم وفي نفس الوقت اركز الصراحه. ان شاء الله يبقى في العاب حلوه كتير بس مش عارف بصراحه يعني اطلع بوش في الفيديوهات ولا اخليها كده. ليه لويس انا موت الولد ده. اديله بقى المفروض تكون مت. والله لو مت والله عيب بقى بجد. يا شباب انا بصراحه محتاس ومش عارف اعمل ايه. يعني ايه رايكم اطلع احسن بوشي؟ بس المشكله اللي بوشي الفيديوهات هتاخد وقت يعني هتاخد وقت في التنزيل. وانا صراحه عايز انزل لكم فيديوهات كتير يعني وتبقى اكيد مسليه. يعني انا اعرف يعني في يوتيوبر كتير جدا بتعمل يعني بتتكلم كده بس بصوت بس يعني وبتكون برضك فيديوهاتها مسليه وكمان بتجيب مشاهدات كويسه. ايه ده بجد يا نهار ابيض. تعالى يا نوتي تعالى. طبعا يعني في في طبعا شباب يوتيوبر كتير. يا لهوي انا مش عارف العب يوتيوبر كتير يا شباب زي سولوم ودكتور ميشو. طبعا اليوتيوبر دول الاثنين دول بحب اتابعهم جدا. فعشان كده يا شباب بقول لكم يعني اطلع احسن يعني بي مثلا وشي ولا انتوا ايه رايكم؟ مش عارف والله يا شباب. ايه ده في 20 رساله انا مش عارف ارد عليهم. مش عارف بقى في ايه. بوم بوم. ايه انت ده ولا ايه؟ او بس خلاص عايزين نجرب. ايه ده معانا ايه ده بيو ام. انت معاك حاجات كتير قوي. انا بس اللي معاك الشوط. بوم اديله. يا لهوي انا اللي موتته ولا مين؟ لا انت عايش قدامي. واو اللي معاك ده اديله. بوم اديله. هو كان معاه ايه ده بيو ام برضك يا نوتي. طبعا يا شباب عايزكم بس شباب تقولوا في الكومنتات لان انا عملت كده في التصويتات في منتدى القناه وقلت اطلع بوشي ولا اخليها صوت بس. يعني يعتبر كلكم اكتريتكم في التصويت. ايه ده لا والله ما انت الواد ده لهو بالشوت جن اداني. فيا شباب يا ريت تقولوا بقى في كومنتات الفيديو ده اطلع بوشي ولا خليها الافضل يعني بالصوت بس كده. ايه ده وانا ايه ده ما تقوم يا
تقوم يا باب. ايه ده؟ طب ليه محمد كده بيموتني؟ هو انا ايه ده يا شباب؟ مالي في ايه اللي حصل؟ انا عايز افهم. وايه انا مش عارف بصراحة. ايه ده؟ حد يموتني؟ طيب يا جماعة انا اتشفطت. يا جماعة انا اتشفطت. خلاص يا كابتن خلاص. موتني يا جماعة. فشباب ما تنسوش بقى في الكومنتات تقولوا خلوه احسن، يعني نخليه احسن فيديوهات كده على طول بساوند، ولا الافضل نخليه اوبا تعالى، ولا الافضل نخليها يا شباب يعني فيديو. ما انا والله ما ساعدتك اهو. ايه ده انت موتني؟ لا والله ده الواد اللي موتك. يا لهوي استخبى. يا نهار ابيض، والله الكلام ده مش حلو. فشباب الصراحة يعني فيديوهات اللي بوشي هتاخد وقت كبير جدا يا شباب في المونتاج وحاجات تانية كتير، فأنا مش عارف مستصعبها مش عارف ليه. لا 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 مالكش دعوة. لا لا، ايه اللي خلاني دخلت في الخناقة دي أصلا؟ أيوة عايزين نبقى بعيد. ده فين أساسي؟ أيوة ونقنص. أيوة بوم. ربنا. لا 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 يا انا مش عارف اموت الناس. انا لسه في اصلا اسلحه ما خدتهاش. اديله. ايوه ادي ستة السلاح السادس ده. استنى. لا 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 يا لهوي ده يوزي ده ولا ايه؟ لا 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 ده مش يوزي طبعا. يا شباب ان شاء الله قريب جدا، انا بحمسكم اهو، يعني قريب جدا ان شاء الله هيبقى في العاب غير بلوكس، وعشان ان شاء الله خلاص يعني هانت قربت اجيب الكيسه، وان شاء الله يبقى في يوميا فيديوهات او مثلا كل يومين بقى فيديو على حسب. ايوه ايوه انا اللي فوق. تعالوا بقى بالاي دبليو ام بقى بوم. مش عارف اقنص. مين اللي ضرب؟ لا يا شباب انا جايب 30 كيل. دي انا جايب 30 كيل حلو قوي. اوه اوعى اليوزي محمد جيمنج. اوه تعالى يا محمد يا لعيب. تعالى يا لهوي ده معايا دبليو ام. تعالى نشوف اليوزي انا بعشقه يا باشا. ده بتاع ده اليوزي ده. اوه المفروض يكون مات. ايه ده اخيرا سبعه. مش عايز اشوف ايه ده. ده قناصه. ايه ده؟ يا ابن الذين يا محمد داني طلع اسطوره. طبعا يا شباب لو عايزين نلعب في الماب دي تاني ونكملها، وواضح انها جامده قوي، بس انا مش محترف فيها قوي الصراحه، بس بحاول يعني. فوصلوا الفيديو ل 50 ايه؟ لا لا 100. انتوا نجوم وبقيتوا بتوصلوا ل 100. فيلا يا شباب وصلوا 100 لايك واديله بقى. يا لهوي على دي جامده. المفروض يكون مات والله. ايه بوف. يا لهوي جامد قوي السلاح ده. وانت فين؟ لا 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 محمد جيمنج بيهزر يا عم، ما تهزرش معايا. ايه ده يا شباب زوزو جايبه، زوزو جايبه 40. ايه ده 40 فلوس ولا 40 كيل؟ ايه ده؟ اوه هلا والله هلا والله. اديله. استنى بقى. انا مت كتير قوي يا شباب بصراحه، وتعبت تعبت لان انا لسه اول مره العب في الماب بصراحه. برشوت ده جامد، بس هنا المكان ده اللي هو عند الدروبات ده، هو ده المفروض ان ده هناك دروب ده. خلاص لا لا في ناس بتضرب. ليه 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 يا محمد؟ ليه يا محمد؟ مش عارف ليه مستقصديني، ممكن يكون عشان انا مش بنزل فيديوهات كتير ولا ايه؟ مش عارف. انزل لكم يا شباب خلاص والله. والله يا شباب يعني انزل لكم والله يا شباب ان شاء الله. ايوه ايه ده؟ دي زوزو دي ولا ايه؟ ايه ده؟ هو في ايه؟ اهو خلاص خلاص اهو. اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه. كلكم عليا ليه؟ كلكم عليا ليه يا ولاد الذين انتوا بقى؟ حرام يا ابني يا باشا حرام. موتني انا محمد جن. مين الواد ده؟ واد ده واد اجنبي يا شباب تقريبا. يا نهار ابيض. السلام عليكم كيف حالكم؟ هو ده. نزلت مت في ثانيه، نزلت مت في ثانية. أيوة تعالوا بس كده من غير ما حد يشوفنا. إيه بس إيه 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 أنت فين؟ خلاص هو ربنا محدش يجي. أنت فين؟ أنا ساحب. تعالى. لا ساعدني. هو أنت فين؟ أنا دي. أنا ما قلت لا
يا عم حرام عليك، ابويا ما ينفع. بالايه ده بيقوم الدهان على طول، يا ومش نهار لازم يبقى ابيض، متفاعل الاهل. والله حرام يا شباب، مش هينفع الكلام ده خالص، مش هينفع خالص. لا لا لا، مش هسيب مش هسيب. بوم، هو ليه ده، ليه سيف بينزل من غير سلاح؟ اسف. اه اصلا خلاص والله. بوم يا زوزو، انت فين؟ اوه محمد جيمي، يا لهو مفيش اي حاجه، طلع عليا ركز. بوم، اوه بوم بوم، المفروض يكون مات بس كده. يا لهو محمد جيمنج شايفني، بسرعة نطلع الاوزي اللي بحبه. يلا عمر يا باشا، تعالوا بقى نجيب محمد جيمنج كده، احنا في مكان استراتيجي. بوم، المفروض يكون مات. بوم يا ولد يا لعيب يا بلال، هو ده الكلام اصلي قوي. اه هو خلاص، هو موتك بالوزي. محمد جيمنج جاي لي يا ماما يا ايوه، انا هفاجئه دلوقتي. بون، ايه ده، اسف اسف. اوه بالاوزي بعشقه اقسم بالله، حتى شاف في ببجي بحب قوي. اه والله عيب، والله بيت، والله ما هسيب. طب يلا بينا بنزل عشان متحمس، انزل بقى عشان حرام عليك يا ما بتعوديش الناس. ايه ده، انا عرفت السلاح اللي انت بتستخدميه. طب تعالي بقى، جيو جيو جيو، ايوه كده بقى. لا 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 لا، مكشوف مكشوف والله خلاص. ايه ده ايه ده، انا مت منين؟ لا لا لا، مش ينفع كده يا شباب، والله ماب اسطوره جدا يا شباب، عجباني قوي، حلو قوي يا شباب الماب دي والله، وضحك وبرضه ضحك. ايه، لا لا زوزو، لا زوزو، يا لهوي والله. ايه ايه ده، ايه اللي جاب الباراشوت دلوقتي؟ لا لا، مش لاعب مش لاعب، لا لا، انا عايز انهي الفيديو لحد كده يا شباب. لا لا والله، بس الصراحه يا شباب ماب جامده جدا يا شباب. فبس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، واتمنى ان انتوا توصلوا الفيديو ل 100 لايك يا شباب عشان نستمر ونلعب الماب دي كتير جدا مع المتابعين وجامده. إيه، كل شويه موب، ما ينفعش، لازم ابقى محترف. بس كده يا شباب، فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحط لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، اي بي جيمنج ابطال الجيمنج، وسلام. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ايوه جدع. الفيديو خلص، حط لايك، اعمل اشتراك، ما تنساش بقى تفعل الجرس بقى وانت ماشي، ايوه بقى. اوه